فقرتنا الاقتصادية الأسبوعية اللي بنتابع فيها أهم مستجدات الاقتصاد المصري وأخبار البورصة المصرية هنتابعها النهاردة مع دكتور مدحت نجيب الخبير الاقتصادي. نهارك سعيد يا اهلا فندم. وسهلا يا مرحبا. أولا خلينا نتابع أخبار البورصة، نشوف أخبار البورصة الأسبوع الماضي كانت إيه. اول حاجه بالنسبه للاستقرار والاستحقاق الثالث اللي احنا بنعمله والانتخابات، كان في تضارب في اول الاسبوع، كان في بعض الخسائر في البورصه، بعدها خلال الاسبوع وصل لارباح غير عاديه بانتهاء الفتره السابقه في المرحله الاولى للانتخابات، والنظره المستقبليه ان هناك استقرار بمصر، وبالتالي بينعكس وتغيير محافظ البنك المركزي واتيان بواحد متخصص وخبير اقتصادي ومتخصص في إدارة السنترال بنك، البنك المركزي المصري، عمل رواج للبورصة خلال الأسبوع الماضي وحصل ارتفاع ملحوظ. رواج للبورصة؟ حصل ارتفاع ملحوظ. ليه؟ تفسير حضرتك يعني؟ أول حاجة احنا كنا في المحافظ السابق كانت النصائح ما بيسمعش نصائح لحد. كان هناك تصاريح متضاربة أدت إلى انخفاض الجنيه المصري وارتفاع الدولار وإنشاء سوق خارج البنوك. تصريحات غير مدروسة، غير مفهومة، وكان بيقصد بها إيه الله أعلم. إضراب المصالح الاقتصادية، ده بالنسبة للمحافظ السابق، ده رأيي، وده اللي كنا بنشوفه، وده اللي كنا بنشوفه وكان ملحوظ. معنى عندي امتى احس برواج؟ عندي استقرار للجنيه المصري مقابل العملات الاخرى، ولكن انخفاض القيمه بتاعه الجنيه المصري بعتبره فشل، فشل سياسه، فشل محافظ بنك مركزي، فشل سياسه. فشل محافظ بنك مركزي ولا فشل اقتصادي يا فندم؟ لا، ما هو الاثنين يعني مرتبطين ببعض. معنى ممكن، ما هو ممكن انا اقول ايه، فشل حكومه، ما بتتاثر من الحكومه من تصريح متضارب لمسؤول غير مسؤول او غير متدارك للتداعيات اللي بتحصل. ايه التصريحات دي يعني اللي حضرتك لما كان بكل بساطه، اول حاجه عمل قيود جدا على المستثمرين، عمل قيود في دخول النقد بالعملة الأجنبية وخروج النقد بالعملة الأجنبية. أنا واحد مستثمر جاي من برة وجايب فلوسي أو جايب فلوس شركات ليا، أو إن أنا النهاردة بجذب استثمارات لمصر، هل أدخل لك مليارات النهاردة في خزينة البنك المركزي أو في بنوك مصرية وبعدين لما أجي أحتاجها أو أحتاج جزء منها تيجي تقول لي لا يصلح أن ينتهي يخرج قيمة من أكثر من $50,000 شهريا؟ إزاي الكلام ده غير منطقي؟ لما أنا أكون ملتزم باعتمادات وعندي اعتمادات شهرية، سواء إن أنا واحد من الناس مستورد وعندي متطلبات وماضي عقود توريدات وأنا على نهج سابق خلال 6 سنين أو 5 سنين أو سنتين أو أكثر أو أقل، وملتزم مثلا سيب بطلع في الشهر استيراد بحوالي $500,000، تقوم انت جاي مقيدني تقول لي لا ده لو والله انا ما اقدرش اطلع لك اكتر من $50,000. فهذه اليست هذه سياسه خاطئه من مسؤول غير مدرك لمدى الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المصري في 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 قرار زي كده؟ هل انت النهارده لما تيجي ما جعلتش حريه لسحب وايداع الدولار وانشات سوق حره للدولار، ان انت خليت حريه التداول بالنسبه للدولار، انت بتقول انا عاوز احافظ، انت حافظت بطريق خاطئ. طب خليني اسال حضرتك دلوقتي، في دلوقتي محافظ جديد للبنك المركزي، ايه الاجراءات اللي اتخذها منذ توليه وهي فتره قصيره لا تزال بشان مثلا خلينا نقول ازمه الجنيه والدولار؟ اول حاجه الراجل في اللي انا شفته خلال الايام السابقه، الدين حيازات اللي لا 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 ما بتحبش ده بتحب ده، لا لا احنا عايزين الاصلح، احنا عايزين الاصلح للحكومه المصريه، وفي ظل الظروف الراهنه اللي بتمر بها مصر والمنطقه، احنا ما بنبصش مين هو ده ولا مين شخصيه، هي كمان وجهه نظر، يعني وجهه نظر زي مدارس الفن كده، مدارس اقتصاد، كل واحد له وجهه نظر. بالظبط. حضرتك خلال الايام اللي فاتت الراجل في اجتماعات دائبة بالمتخصصين بإدارات البنوك، بإدارات المال، بالبورصة، بإدارة الأوراق المالية، ف
تاني حجم المضاربات الخارجية في بالنسبة للدولار، ادى امل للمستثمرين والمستوردين القائمين ان هو هيسهل لهم فتح وتدبير العملة الخارجية لفتح الاعتمادات الملحة، مش السلع الاستفزازية، السلع الضرورية اللي احنا بنقول لازم نوفر فيها. ليه صحيح انا فجأة كده خطر في ايه اسمها العملة الصعبة؟ العملة الصعبة لان انت الدولار 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 ده مقياس لميزان او العملة اللي هي العملة الخارجية لان انت تعاملك بها المتعارف بها دوليا. انا النهاردة الدولار مقياس، مخليه مقياس لبعض الدول. وصل كام دلوقتي بقى؟ والله هو بالنسبة للبنوك فإن مثلا أقل من الثمانية 7.93 7، ولكن بس هل في إجراءات اتخذها محافظ البنك المركزي الجديد فيما يخص بقى تثبيت الجنيه كذا، في يعني في حاجة عمل بالفعل؟ عمل بقى في رقابة صارمة على شركات الصرافة، على المضاربين بالدولار رقابة صارمة لكده، لان هو على طول في اي تعامل وبحزم على موضوع تدبير الدولار. تاني حاجه ان ادى امل للمستثمرين، وبالتالي انا مش هضطر اشتري من بره دولار، مش هشتري دولار من بره طالما البنك هيوفر لي العمله صعب. عايز انتقل لموضوع تاني وهو مؤتمر مرسى مطروح اللي حصل في مرسى مطروح بحضور رئيس الجمهوريه ومجموعه كبيره من المستثمرين المصريين والاجانب في مدينه مرسى مطروح. ايه الهدف كان من هذا المؤتمر؟ اول حاجه انا من هنا بشكر المحافظ، محافظ مطروح، ان راجل خد خطوه جريئه بعيد عن قيود الحكومه. ان انا النهارده ما تقيدتش بمجلس وزراء، ان انا كمحافظ اعتبرت المحافظه بتاعتي، قام بدور فعال ان خلى الانظار تتجه الى الساحل الشمالي. الساحل الشمالي في منتهى الاهميه والخطوره. احنا كل كان اهتمامنا في سابق او العهود السابقه بشرم الشيخ بالجنوب، الاستثمارات كانت موجهه هناك بشكل اكبر، ولكن كان مهمل الساحل الشمالي، ليس هناك اهتمام به كافي. من ناحيه ايه؟ اذا كان الساحل الشمالي بقى فيه منفس النهارده، ما انا لسه جاي لحضرتك، ده ما فيهوش حاجه، ده كله خلاص اتقلب بقى كله استثمارات استثماري بالظبط. طيب لما انا اخد خطوه واجذب الي المستثمرين واعمل عمليه تسهيل، ايه اللي بيعقد المستثمر؟ ان انا ساعات ان انا امر على 13 14 وزاره عشان اخد موافقه لاقامه اي مشروع. طيب لما انا يكون ده متسهل لي بما لا يتعارض مع الامن القومي او الاضرار بالاقتصاد المصري، فده بيسهل لي الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجيه قبل الداخليه. اتنين، لما يكون عندي امن مستتب، امن على مستوى ان مصر بها امن وامان الان. لا انا اللي انا اقصده ايه شكل الاستثمارات اللي المتوقع او اللي فيه طموح يعني ان هي تحصل في الساحل الشمالي؟ هو اصلا يعني ايه محتاج ايه؟ اول حاجه عجبني ان كان احنا اقترحنا الكلام ده كان من زمان برضو، ان انشاء ميناء عالميه. ودي انطرحت من ضمن المشاريع اللي انطرحت، ان انشاء ميناء عالميه لان هتسهل حجم التجاره او تزود حجم التجاره بيننا وبين اوروبا وبين دول الساحل البحر الابيض المتوسط كلها. اتنين، ان انا بنشئ محطات تحليه للمياه، وبالتالي بوفر فرص لزراعه اكبر كم من الاف او ملايين من الالاف دنا المهمله في الساحل الشمالي. يبقى انا بزود الرقعه الزراعيه بتاعتي. ثلاثه، ان انا بنشئ محطات لتوليد الطاقه اللي احنا مفتقدينها، سواء نوويه زي المشروع العملاق اللي هو بتاع الضبعه وخلافه، وهناك مشاريع اخرى مطروحه لانشاء الطاقه من الطاقه الشمسيه، لان هناك متوفر تماما او المناخ مناسب لانشاء هذا المنتج في الساحل الشمالي. اربعه، ان انا بجذب حاجه ثانيه وهي سياحه اليخوت من اوروبا، لان انا ممكن خلال ساعات ان انا اكون في اوروبا وبنشئ ان انا السائح، الجو معتدل بالنسبه لمصر غير اوروبا الصقيع والبرد في اغلب السنه،
عندي شط من اجمل شواطئ العالم، عندي مياه اللون بتاعها الفيروزي اللي بيسمى ان الناس كلها بتيجي تبص للميه. رابع حاجه رخص المعيشه او الاقامه او تنشيط السياحه بشكل مباشر او غير مباشر اللي احنا افتقدناها واللي احنا فاقدين من الناتج المحلي بتاعنا، جزء كبير جدا يمثل يكاد يكون يمثل التلت ما بين 25 ل 30% او 35% من الناتج المحلي من السياحه. هذا القطاع الذي افقد النتائج بتاعته خلال الفتره السابقه خلال الاربع خمس سنين اللي فاتت اللي احنا فقدنا جزء كبير منها او فقدنا دخل كان بيعود على مصر خلال الايام اللي فاتت. بعد اكتشاف الغاز في منطقه البحر الابيض المتوسط واكبر حقل للغاز هيغير خريطه مصر الاقتصاديه، هيغير خريطه مصر على مستوى العالم من مصر منتجه للغاز على مستوى العالم، وهيخلي ترتيب مصر من الدول الخمسه الاوائل في تصدير الغاز، وبالتالي سينشأ صناعات مكمله تخدم مصر والمنطقه، وبالتالي سينشأ فرص عمل ونقلل نسبة البطالة اللي هي عندنا من 10 ل 15%. ده الطموح، ده الطموح، ده الطموح. تقييم حضرتك بقى لنجاح المؤتمر ده؟ أنا بعتبره، أنا عن نفسي بديله ما بين 80 ل 85%، وده نسبة عالية جدا. إن نجاح إن يستأثر بيها محافظة ساحلية ويعمل لأن المؤتمر سمع محليا وعالميا. ماشي، وبالتالي تشجيعه للاستثمار وتسهيل اجراءات المستثمر. يعني هل في اتفاقات نتجت في بعض الاتفاقيات في مراحل التنفيذ؟ سواء صناعيه، سواء سياحيه، سواء زراعيه. تمام، ده يخلينا طبعا نعود بالذاكره للمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ونقول حجم الاستثمارات اللي نتج عنه، يعني واحنا بقى عدى كذا شهر دلوقتي يعني نقدر نقيم. انا هقول لك ان بعض المتخصصين في الاستثمار العالمي كان راهن نجاح المؤتمر بتاع مارس الاقتصادي على تكملة العقد الثالث اللي هو الانتخابات، ان وجود مجلس نواب، وبالتالي فبعضه اجل او ارجئ الى الانتهاء من مجلس النواب. فكان ان ده مرتبط بده، ارتبطوا بعض المحافظ الكبيرة، المحافظ الاستثمارية العالمية ربطت ان هناك لما تكمل مصر خريطه الطريق بتاعها اللي هو النهايه بتاعتها اللي هو العقد الثالث اللي هو البرلمان، النهارده هنضخ استثمارات في مصر، وبالتالي لان المستثمر يلزمه ايه؟ يلزمه امن، امان، استقرار. انا بلد عارف ان هتكون مصر من ضمن الدول الاوائل في المنطقه، سواء في منطقه الشرق الاوسط او الخليج، هتبقى هي المناخ المناسب للمستثمر، وكل ناظر لمصر بنظره تانية خالص، وكله مستني ان يشوف مصر هتعمل ايه في الانتخابات القادمه تكمل ان شاء الله. هتتغير خريطه مصر الاقتصاديه العالميه، هيضخ استثمارات كبيره جدا مؤجله للانتهاء من بالشرط ده، ده اللي اتوضع واللي ده اتحط. الفرق ما بين الاثنين ان ده كان محافظ مرسي مطروح في محافظته، المؤتمر الاقتصادي العالمي كان على مستوى مصر كلها. تمام. طب عندي هنا خبر بيقول ان وزير الماليه شكل لجنه لمنع الفساد في الشراء الحكومي. يعني ايه؟ بص يعني انا هقول لحضرتك على حاجه. يعني كان في كان في عيب احنا عندنا، حجم الفساد في الايام اللي فاتت او اللي اكتشفت بالاجهزه الرقابيه، وبشكر الاجهزه الرقابيه خلال الفتره اللي فاتت ديت وابتدت تفصح عن حجم الفساد. احنا عندنا اكتر من 70,000 قضيه فساد، خسائرهم في السنه قرابه 6 مليار جنيه. كان هناك في بعض الجهات الحكوميه والوزارات والمؤسسات الدولة الشراء بالأمر المباشر، وبالتالي فبنشئ يد خفية تلعب بالاستثمار، تلعب بالأمر المباشر للوزير من الوزارة للشراء مثلا
لأي احتياجات للوزارة أو للجهة أو للمؤسسة الحكومية. تمام. بالتالي أنا بنشئ هنا فساد مقنن. أنت مديلي بموجب قانون إن أنا ممكن أشتري بالأمر المباشر. فبالتالي المحسوبيات بشتري من حد مقابل شيء، وهناك اللي بيقول عليه أندر ذا تيبل والكلام ده كله. طيب أنا لما أقلل ده وأخلي كل شيء معلن وفي الجهات الحكومية، وإن كل شيء بالمزايدة أو بالمناقصة معلنة، فأنا بقلل الحجم ده. حجم الشراء إن أخلي حتى أبسط الأشياء إن تكون معلنة وبتكون بطريق المزايدة أو المناقصة العالمية، وقدم أكتر من شركة، فبنشئ قوة شرائية تنافسية سيستفيد بها المؤسسة الحكومية، وبدون منشئ هناك زي ما بيقولوا اليد الخفية أو جزء من جزء الفساد في الجهة. في خبر تاني هو عن اتفاقية تعاون جمركي بين مصر وروسيا لتيسير حركة التجارة بين البلدين، وأكيد احنا تعازينا يعني لضحايا الطائرة الروسية اللي سقطت في سيناء أول أمس، يعني أكيد تعازينا لأسر الضحايا. احنا طبعا ديت احنا بنعزي الشعب الروسي كله، لأن ده شعب شقيق وقف مع مصر في خلال المحنة اللي فاتت، وبنتأمل لأن روسيا من الدول العظمى، في حجم تبادل اقتصادي بيننا وبين روسيا، وتبادل عسكري وتبادل ثقافات وتبادل خبرة، فبنتأمل زيادة هذا الحجم وتقليل نسب الجمارك ونزل العقوبات ما بين الدولتين، سواء صادرات من مصر او واردات من روسيا. هل نسبه التجاره اصلا بين مصر وروسيا كبيره؟ يعني ايه نسبتها؟ كانت سابقا قليله، والان بعد زياده التعاون وزياده الفرص ما بين والعلاقات الدبلوماسيه الشعبيه الاول اللي بداناها، ثم العلاقات على مستوى الدولتين زادوا خلال الفترة السابقة، والتبادل والعلاقات والتبادل العسكري والاتفاقات العسكرية والاتفاقات الاقتصادية، فبالتالي نأمل في الزيادة، وده هيحصل إن شاء الله، وفي المستقبل القريب أن هناك طفرة في حجم التبادل التجاري الاقتصادي بيننا وبين روسيا. احنا كنا زمان بالنادي بالحجم القصة العسكرية أو التبادل العسكري أو زيادة الخبرة أو زيادة مصر من الحصة العسكرية أو شراء معدات متطورة من المنتج الروسي، لأنه متقدم جدا بالنسبة للأشياء العسكرية كلها. الآن روسيا من كبرى الدول، سواء منتجات بترولية سواء عسكرية سواء سلع استراتيجية زي القمح. مصر محتاجة تصدر، محتاجين من مصر بعض الشيء، مثلا زي خضروات، زي حاجات طبية، زي نباتات، زي أشياء كتير جدا مصر تصدرها، فبنأمل زيادة التبادل التجاري خلال الفترة السابقة. وبالتالي بننادي بإزالة العقبات، إزالة الرسوم الجمركية، تسهيل أمام المستثمر الروسي، وهناك بعض المستثمرين الروس على مستوى العالم، فبالتالي أطور السياحة الروسية من البنود المهمة، وبزيادة الدخل بالنسبة لمصر لأن بتعتمد عليها بعض الدول. إحنا النهاردة كل طموحاتنا في الأيام القادمة، كنا الأول مقيدين إن لازم نتعامل سي مع أمريكا بحجم تبادل أكبر اقتصاديا عسكريا ثقافيا تكنولوجيا، لكن الحمد لله سياسة الحكومة وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأيام اللي فاتت، تنوع مصادر السلاح اللي كنا بننادي بيها من زمان، تنوع مصادر شراء السلع الاستراتيجية زي القمح، لا نعتمد على دولة واحدة كما كان في السابق على سواء الارجنتين او امريكا فقط. صراحه احنا مش عايزين نعتمد على حد بامانه، احنا طبعا احنا بننادي التنوع ده شيء عظيم جدا، وما بيخليش يعني انت روحك في ايد حد في دول، ولكن احنا نفسنا مصر تبقى معتمده على نفسها ويبقى عندها اكتفاء ذاتي من كل السلع
الاساسيه والسلع الاستراتيجيه والكلام ده كله، يعني بنتمنى ان احنا نشوف. عندهم، انا بتمنى ابقى عايشه ما اشوف اللحظه دي. عندهم برنامج على فكره ممكن نحقق، عندهم برنامج في روسيا تمام، لو حققناه هنحقق مصر تمام. اكتفاء ذاتي من القمح في مصر، داخل مصر في زراعه في مصر ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا دكتور مدحت نجيب الخبير الاقتصادي، نهارك سعيد. ربنا يكرمك، نهاركم سعيد. فقراتنا خلصت النهارده، لكن بكره يوم جديد وفريق عمل جديد، نهاركم سعيد.